السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى جميع المحبين لقناة جوكومينيك تي في. معكم يوسف دلال يحييكم من خلال قناة جوكومينيك تي في سو يوتيوب. ألوغ اليوم نقتصر الذكر حول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جوكومينيك تي في. سنحيي جميع الأعضاء ومحبين قناة جوكومينيك تي في، خاصة تلاميذ السنة السادسة ابتدائي. حسب طلب ورغبتهم سوف نقوم بتقديم بعض الفيديوهات خاصة باختزال عدد كسري وكذلك توحيد مقامين عددين كسريين. إذن لدينا هدفين رئيسيين، هو تمكن من اختزال عدد كسري وكذلك تمكن من توحيد مقامين عددين كسريين. إذن في البداية سوف نقتصر الذكر حول اختزال عدد كسري، ثم نقوم بعرض بعض التمارين خاصة بذلك، ثم لاحقا سوف نقوم بتوحيد مقامين عددين كسريين. إذن ابقوا معنا وتابعونا إن شاء الله، ولكم جزيل الشكر. الأعداد الكسرية، الاختزال وتوحيد المقامات لفائدة تلاميذ السنة السادسة لاستعداد الامتحانات الوطنية إن شاء الله في هذا الشهر هذا. إذن سوف نقوم اليوم وأيام أخرى إن شاء الله بعرض فيديوهات خاصة بهذه النقاط: اختزال عدد كسري، ثم توحيد مقامين عددين كسريين أو عدة أعداد كسرية، ثم تقنية الحصول على مقال المشترك الأصغر. إذن في البداية سوف نقوم بعرض فيديوهات خاصة باختزال عدد كسري. إذن الهدف من هذه الفيديوهات هو التمكن من اختزال عدد كسري بشكل سليم، بشكل ناجح إن شاء الله. ثم نقوم بعرض فيديوهات أخرى حول توحيد مقامين عددين كسريين، ثم تقنية الحصول على المقام المشترك الأصغر لاحقا إن شاء الله. ألوغ اليوم نبدأ الحصة ديالنا بهذا الهدف، هو التمكن من اختزال عدد كسري. اختزال عدد كسري، إذن اختزال عدد كسري هو كتابته على شكل كسر مختزل. عدد كسري مختزل، اختزال عدد كسري هو كتابه على شكل عدد كسري مختزل. إذن أول شيء سوف نقوم به هو تعريف العدد الكسري المختزل. ما هو العدد الكسري المختزل وكيفية التعرف عليه؟ إذن العدد الكسري المختزل هو العدد الكسري الذي يكون لبسطه ومقامه قاسما مشتركا واحدا. لأن التعريف هذا خاصو نستوعبوه ونفهمو مزيان باش نطبقوه. هو العدد الكسري، ما هو العدد الكسري المختزل؟ سؤال، ما هو العدد الكسري المختزل؟ الجواب، العدد الكسري المختزل هو العدد الكسري الذي يكون لبسطه ومقامه قاسما مشتركا واحدا. هو العدد فقط، واحدا فقط، هو العدد واحد. إذا العدد الواحد هو الذي يمثل القاسم المشترك الوحيد العدد كسري مختزل. نعطيك أمثلة للفعل 3 على 4 1 على 2 7 على 4 5 على 2 إلى آخره، هذا كله تسمى عدد كسري مختزل. لأن لماذا؟ لأن عدد كسري مختزل هو عدد كسري الذي يكون لبسطه ولمقامه قاسما مشتركا واحدا، فقط هو واحد. إذا 3 يقسم الواحد هو قاسم مشترك العدد 3 و 4، واحد هو القاسم المشترك لنفسه واثنان، واحد هو قاسم مشترك لسبعة وأربعة، واحد هو القاسم المشترك ما بين خمسة واثنان. مشترك بيناتهم، مشترك معناه بيناتهم خمسة واثنان. إذا عندنا قاسم مشترك هو واحد، سبعة وأربعة عندنا قاسم مشترك هو واحد، واحد على اثنان هو قاسم مشترك هو واحد، ثلاثة وأربعة. إذا هذه الأعداد كم أمثلة للفهم هي أعداد كسرية مختزلة، لأنها تقبل قاسما مشتركا وحيدا هو واحد. ما كاينش شي عدد اخر من غير الرقم واحد، من غير العدد واحد. 3 على 4 1 على 2 7 على 4 5 على 2، هذه كما شفنا عدد كسري مختزل. اذا ممكن تقترحوا انتم كذلك عده امثله لاعداد كسريه مختزله، بشرط ان تكون لبسطه ولمقامه عدد كسري، لبسطه ولمقامه عددا قاسما مشتركا واحدا، فقط هو العدد واحد. اذا فهمنا معنى ديال العدد الكسري المختزل. دابا نمشيو للطريقه لاختزال عدد كسري. نقسم كلا من بسطه ومقامه على قاسم مشترك لهما، يعني نفس العدد.
مهمة هذه القضية. لاختزال عدد كسري نقسم كلا من بسطه ومقامه على قاسم مشترك. قاسم مشترك، سوف نقوم بعرض أمثلة للفهم. اختزال عدد كسري نقسم كلا من بسطه ومقامه على قاسم مشترك لهما نفس العدد. وضعوا 1000 سطر على نفس العدد. ونكرر نفس العمل إلى أن نحصل على عدد كسري مختزل. ما معنى ذلك؟ إذن نعطيكم أمثلة للفهم، تلاحظوا جيدا. إذن كان في البداية لدينا 12 على 18، إذن 12 على 18 هذا عدد كسري غير مختزل. لماذا؟ لأنه يقبل عدد ولا يقبل قواسم مشتركة، لا يقبل فقط قاسما مشتركا واحدا، ولكن يقبل عدد كثير من القواسم المشتركة. إذن 12 18 ليس بعدد كسري مختزل، سوف نقوم باختزاله. أول خطوة سوف نقوم باختزاله هو أننا نقوم بتقديم العدد الاثنان هو كمصداق قابل قسمة 12 على 18 ليس بعدد كسري مختزل، هذا عدد كسري غير مختزل. لماذا؟ لأنه يقبل قواسم قاسمين أو أكثر. إذن 12 على 18 هو عدد كسري غير مختزل، سوف نقوم باختزاله. إذن سوف نكرر نفس العملية إلى أن نحصل على عدد كسري مختزل. كيف ذلك؟ أول اختيار لدينا من بعد واحد هو 2. إذن 2 هو القاسم المشترك الأول. إذن لدينا 2 و3 و5 و9 و10، نجرب العدد القاسم المشترك 2. لماذا قلنا مشترك؟ لأنها لبسطه ولمقامه قاسما مشتركا. أيضا البسط ديالو هو 18 والمقام هو 18، إذا نقسم كلا من البسط والمقام العدد أو بالقاسم المشترك 2، نحصل على 6 و9. أي حقيقة 6 و9 هو عدد كسري مختزل، ولكن ليس هو الأخير. هتلاحظوا 6 و9 يمكن اختزاله أيضا. إذن في الأول لدينا 12 على 18، ثم حصلنا بعد الاختزال على العدد 6 و9، إذن اختزال هو كالتالي، إذن 12 على 18 يساوي 6 و9، سي لا ميم شوز، سي لا ميم شوز، 12 على 18 يساوي 6 و9، سي لا ميم شوز، ولكن هذا العدد كسري 6 و9 ليس عدد مختزل أخير، إذن نكرر العملية، إذن بعد 2 نضع قاسم مشترك. الثاني هو 3، لأن 6 و9 يقبل قاسم مشترك هو العدد 3 في هذه الحالة. إذا 6 مقسوم على 3 2، و9 مقسوم على 3 3، إذا 2 و3 هذا العدد الكسري المختزل هو عدد كسري مختزل. لماذا؟ لأنه يقبل قاسما مشتركا لبسط ولمقامه، يقبل قاسم مشترك هو رقم هو العدد 1. إذن 2 و3 هو عدد كسري مختزل، ولكن للحصول على العدد 2 و3 يجب المرور عبر عدة مراحل. يجب المرور على عدة مراحل. أول مرحلة هو تقديم قاسم مشترك الأول هو 2، هنا في هذه الحالة هو العدد 2، ثم قاسم مشترك الثاني هو العدد 3. 12 مقسوم على 2 6، 8 مقسوم على 2 9، إذن 2 هو قاسم مشترك العددين 12 و18. حصلنا على 6 و9، نقوم نفس العملية. إذن ليس هو الأخير، حقيقة هو عدد كسري مختزل ولكن ليس هو الأخير. إذن نكرر العملية.
ما هي هذه العملية؟ هو تقديم قاسم مشترك آخر، هو العدد 3، 6 مقسوم على 2، 6 مقسوم على 3 هي 3. إذن الحصول على عدد كسري مختزل في الأخير هو كالتالي: يجي على 3، 2 على 3. لماذا؟ لأن لبسطه ولمقامه يقبل قاسما مشتركا وحيدا هو العدد 1، إذن هو عدد كسري مختزل. إذن ملاحظة مهمة جدا عليكم استيعابها جيدا، لاحظوا جيدا وكونوا أذكياء في الاختيار. ملاحظة مهمة: للقيام بتقنية الاختزال نستعين بمصادق قابلة للقسمة على 2 و 3 و 5 و 9 و 10، ولكن يجب اختيار جيد من بين هذه القواسم. ما هو القاسم المشترك المناسب لهذه العملية ولتلك العملية؟ إذن يجب أن تكونوا أذكياء، يجب عليكم أن تكونوا أذكياء في الاختيار هذه القواسم 2 و 3 و 5 و 9 و 10. إذن في البداية لاحظوا جيدا، هل 12 من مضاعفات رقم 2؟ هل 38 أو 18 من مضاعفات رقم؟ نعم، جيد، نعم، إذن نقبله. 12 مقسوم على 2 6، 8 مقسوم على 2 6، وليس 6 و 9. 6 يقبل قسم على 2 ولكن 9 لا يقبل قسم على 2. إذن هنا ماذا يجب أن نفعل؟ أن نختار قاسما مشتركا آخرا هو 3. إذن 3 هي وضعية مناسبة، لأن 6 من مضاعفة العدد 3 و 9 من مضاعفة رقم 3. إذن هذا هو الذكاء، هذا هو الذكاء في اختيار القواسم المشتركة. إذن يجب عليكم الاختيار من بين هذه القواسم المشتركة من الذي يناسب، إذن المناسبة. إذن يجب عليكم أن تكونوا أذكياء في هذه الحالة. إذن انتبهوا جيدا لهذه الملاحظة المهمة، ومن خلال التمارين ومن خلال التركيز على التمارين والأجوبة وتصحيح الأخطاء سوف تتمكنون من اكتساب أو من التمكن من اختزال عدد كسري بكل سهولة إن شاء الله. إذن القواسم المهمة هي 2 و 3 و 5 و 9 و 10، يجب عليكم الاختيار من بين هذه القواسم في الحالات التالية. إذن كيف ما شفنا في الأول، 12 مقسوم على 18، إذا 12 مقسوم على والقاسم المشترك الأول هو 2، في الأخير حصلنا على 6 و 9، ليس هو قاسما أخيرا يقبل. إذن نخضعه للعملية 6 على 9 مقسوم على 3، نفس العملية 6 مقسوم على 6 على 9 يقبل قسما، يقبل قاسما مشتركا آخرا هو 3. إذن 6 مقسوم على 3 2، ثم 9 مقسوم على 3 هي 2 على 3. إذن هذا العدد كما أشرنا سابقا هو عدد مختزل، هو عدد كسري مختزل، لأنه يقبل لبسطه ولمقامه يقبلان قاسما مشتركا واحدا هو 1. 2 مقسوم على 1 هو 2، 3 مقسوم على 1 هي 3. ما كاينش عدد آخر، يعني 2 لا يمكن، 4 باردون 2 لا يمكن، 3 لا يمكن، 5 لا يمكن، 9 لا يمكن، 10. إذن 1 هو العدد هو العدد القاسم المشترك الوحيد ما بين 2 و 3. إذن نقول أن هذا العدد كسري مختزل. 96 عدد كسري مختزل ولكن ليس هو الأخير. 2 و 3 هو العدد الكسري المختزل الأخير، هو هذا الذي يقبل لبسطه ولمقامه قاسما مشتركا واحدا هو العدد 1. انتبهوا هذا. سوف نقوم الآن بعرض بعض الأمثلة للفهم. لدينا 27 على 12 كم يساوي 27 على 12؟ ما هو العدد المختزل؟ اختزل هذا العدد الكسري المختزل. لدينا في البداية أمثلة للفهم. 27 على 12 لدينا في البداية العدد كسري 27 12. لدينا هنا أمثلة للفهم.
عدد كسري غير مختزل 27 12، المطلوب هو اختزاله. لاحظ الطريقة، لأنه سوف نبحث في البداية على قواسم مشتركة. 27 12، ما هو القاسم المشترك الأول؟ ليس هو 2 بل 3. لماذا قمنا باختيار العدد 3 أو القاسم المشترك العدد القاسم المشترك 3؟ لأن 27 من مضاعفات العدد 3 و 12 كذلك من مضاعفات 3. إذن 3 هو القاسم المشترك اللي بسطه القوامين 27 و 12. كم يساوي؟ إذن نبحث على عدد كسري مختزل. 27 مقسوم على 3 هو 9، لأن 9 في 3 هي 27، و 12 مقسوم على 3 هو 4. إذن 9 و 4 هو عدد كسري مختزل، لأنه يقبل عدد يقبل قاسما مشتركا واحدا هو العدد 1. 4 مقسوم على 1 هو 4، و 9 مقسوم على 1 هو 9. ليس هناك قواسم مشتركة أخرى، فهمتم؟ نعم جيد. لدينا 75 على 30. عدد كسري غير مختزل، ما هو العدد الكسري المختزل من خلال هذا؟ سوف نبحث عن القواسم. 75 30، إذا نبدأ بماذا؟ إذا لدينا 57 ولدينا 30، 5 0. إذا إذن 75 من مضاعفات العدد 5 و30 كذلك من مضاعفات الرقم 5. إذا نقوم بذلك، 75 30 نقسم قسمة ونديرو 5 هنا العدد 5. إذا العدد الكسري معناه القاسم المشترك المناسب هو العدد 5. يعني لماذا اخترنا العدد 5؟ لأن 75 من مضاعفات العدد 35 كذلك من مضاعفات الرقم 5. لاحظتم جيدا؟ إذن 75 مقسوم على 5 هو العدد 15، و30 مقسوم على 5 هو العدد 6. إذن 15 على 6 هو عدد كسري مختزل. لماذا؟ لأن لبسطه ولمقامه يقبلان القسمة يقبلان القاسم المشتركا واحدا هو العدد 5. هو العدد 1، أساطير، هو العدد 1. 15 مقسوم على 1 هو 15، و6 مقسوم على 1 هو 6. إذن 15 على 6 يساوي 75 و30. إذن هذا عدد كسري غير مختزل وهذا عدد كسري مختزل، ولكن يساويان متساويان. 75 مقسوم على 30 يساوي عدد 15 مقسوم على 6، 15 على 6. بعض الناس أدير على بعض الهفوات. إذن 75 على 30 هو عدد كسري غير مختزل، و15 على 6 هو عدد كسري مختزل. إذن قمنا بعملية تالية، اخترنا المناسب القاسم المشترك المناسب. إذن هنا لدينا 42 على 70. إذن 42 على 70 هو عدد كسري غير مختزل، سوف نقوم باختزاله. إذن لاحظوا الطريقة،
إذن سوف نكرر العملية حتى الأخير. إذن 42 على 70، في رأيكم ما هو القاسم المشترك الأول؟ حاولوا الإجابة. نعم جيد، هو العدد 2. لماذا اخترنا العدد 2؟ لأن من البديهي 42 من مضاعفات رقم العدد 2، و70 كذلك من مضاعفات رقم 2، ولكن ليس هو الوحيد 2، سوف نحصل على عدة. إذن 42 مقسوم على 2 يعطينا 21، ثم 70 مقسوم على 2 يعطينا 35. إذن 21 و35، في رأيكم هل هو عدد كسري مختزل أخير أم هناك عدد كسري آخر مختزل؟ حاولوا الإجابة. هل يوجد قاسما مشتركا آخر ما عدا رقم 2 أو ما عدا القاسم المشترك 2؟ يوجد، نعم يوجد. ما هو هو العدد 7. هو العدد 7. لماذا؟ لأن 21 من مضاعفات رقم 7 و35 من مضاعفات رقم 7. إذا سوف نحصل على عدد كسري آخر مختزل. إذا 3، 21 مقسوم على 7 هو 3، 35 مقسوم على 7 هي 5. إذا حصلنا في الأخير بعد تكرار العملية عدة مرات حصلنا على عدد كسري مختزل هو 3 و5. يجب عليكم أن تقارنوا 42 على 70 و 3 على 5 متساويين. 42 على 70 يساوي 3 على 5. يسمى هذا العدد عدد كسري مختزل، ويسمى هذا العدد عدد كسري غير مختزل، ولكن هما متساويان لأنه يخضعان على نفس 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 القاسم المشترك. 21 على 35 هو متساوي مع العدد 3 و5، و3 و5 متساوي مع العدد 42 على 70 وإلى آخره. إذا حصلنا من خلال هذه الطريقة على عدد مختزل. طريقة سهلة جدا، يجب الاختيار للقاسم المشترك المناسب. القاسم المشترك هو الأول هو 2. طب القاسم المشترك الأول 2، ثم قاسم مشترك ثاني هو 7. لا يكفي قاسم مشتركا وحيدا، ولكن نكرر العملية حتى ماذا؟ حتى نحصل على العدد 3 على 5. فهمتم جيدا هذا المثال. تقديم مثال آخر، 54 على 90. 54 مقسوم على 54 على 90 هو عدد كسري غير مختزل. سوف نأخذه لعدة عمليات لكي يصبح العدد مختزل. إليكم العملية، لاحظوا جيدا الطريقة. إذن 54 على 90 عدد كسري غير مختزل، سوف نقوم باختزاله. سوف نختار القاسم المشترك الأول، إذن هو بديهيا العدد 2. إذن 2 هو العدد الكسري البديهي، لأن 54 مضاعفات العدد 2 و90 مضاعفات العدد 2. نبدأ ب2 لأنه مناسب، 54 و90 مناسب 2. سوف نحصل على عدد مختزل، 54 مقسوم على 2 تعطينا تقريبا 27. 90 مقسوم على 2 يعطينا تقريبا 45.
في رأيكم هل سبب الشؤون 45 هو عدد كسري مختزل أخير، أم يوجد هناك عدة يوجد هناك عدد كسري مختزل آخر؟ فكروا جيدا، من بديهي أنه ليس هو الآخر بل تتم. ولكن السؤال هو ما هو العدد، ما هو القاسي المشترك الجديد من غير العدد إذن؟ ما هو القاسم المشترك اللاحق؟ هو العدد 3. إذا الاختيار صائب. لماذا؟ لأن 27 من مضاعفات العدد 3 و 45 من مضاعفات العدد 3 يساوي 27 مقسوم على 3 هي 9، و 45 مقسوم على العدد 3 لأن 45 مقسوم على 3 يساوي تقريبا 15 بعد عملية حسابية. لان 9 على 15 اظن انه ليس هو الاخير. 9 على 15 انه ليس هو الاخير اظن. نقوم بتتمة 19 و 15 يساوي 19 هنا و 15 هنا، مقسومة مقسومة مقسومة. إذن نقسم على 3، مقسم على 3 يعطينا 3، و 15 مقسوم على 3 يعطينا 4. نقول ليس 4 ولكن 5. أوه 5 أعتقد على هذه الهفو. 3 على 5 هو عدد كسري مختزل، ولكن لإيجاده قمنا بعدة عمليات. العملية الأولى تذكرون اخترنا العدد 2، حصلنا على 27 و 45 اخضعناه للعملية، اخترنا قاسما مشتركا ثانيا هو العدد 3، حصلنا على عدد جديد هو 19 على 15 يبدو أنه الأخير وليس ليس كذلك. إذا 9 على 15 مقسوم على 3 هو 3 على 5، إذا 3 و 5 هو قاسم مشترك أخير لهذه العملية لأنه يقبل لبسطه ولمقامه عددا كسري عددا أو قاسما مشتركا واحدا هو العدد واحد. إذا 3 مقسوم على 1 هو 3 و 5 مقسوم على 1 هو 5. إذا هذه العملية تسمى اختزال عدد كسري، يجب المرور بعدة عمليات للحصول على عدد كسري مختزل. انتبهوا، 27 على 45 يساوي 3 على 5 يساوي 9 على 15 يساوي 54 على 90. كل هذه الأعداد، إذا 54 على 90 متساوية مع 27 على 45 متساوية مع 9 على 15 متساوية مع 3 على 5. إذا 54 على 90 يساوي 27 على 45 يساوي 9 على 15 يساوي 3 على 5. إذا كل هذه الأعداد الكسرية متساوية. داكوغ. إذا سوف نقوم بعرض أمثلة أخرى للفهم والاستيعاب مع الأعداد الكسرية الكبرى. لدينا العدد الأول 4000 على 400 على 1000. إذا العدد الكسري كبير يجب اختزاله. إذا لاختزال هذا العدد نختار بسرعة ما هو يناسب. لاحظوا جيدا لدينا 10، إذا 400 ألف يمكن القيام بسهولة على، إذا نختار العدد 100. لاختزال هذا العدد نحصل على العدد 4 ثم العدد 10، ولكن ليس هو الأخير، يجب اختزاله بعدد قاسم مشترك آخر هو العدد 2. نحصل في الأخير على العدد 2 على 5. إذا 2 على 5 هو عدد كسري مختزل للعدد 400 على 1000.
لدينا عملية جديدة، 702 على 936، عدد كسري هائل، سوف نقوم باختزاله. 702، 936، إذن يقبل القسمة على 2. 700 مقسوم على 2، بعد إجراء العملية ما هو العدد سوف نحصل عليه؟ إذن بعد إجراء العملية 702 مقسوم على 2 أعطينا تقريبا 351. 936 مقسوم على 2 بعد إجراء العملية سوف نحصل على 468. إذن أكيد بأنه عدد غير مختزل، سوف نقوم باختزاله، ولكن ما هو القاسم المشترك؟ ما هو القاسم المشترك؟ يقبل لبسط مقامه، إذن سوف نختار العدد 9. لماذا قمنا بالعدد 9 بعد إجراء العمليات؟ إذن 351 مقسوم على 9 بعد إجراء العملية سوف نحصل على عدد 39، و 468 بعد إجراء العملية القسمة نحصل على العدد 52. 39 على 52 هو عدد كسري مختزل. 39 على 50 هو عدد كسري مختزل للعدد كسري 702 على 936. لدينا عملية أخرى، 225 مقسوم على 625، إذن بعد إجراء إذن سوف نقوم باختزال هذا العدد كذلك. يجب اختيار قواسم مشتركة جيدة، إذا هنا يصعب الاختيار، لكن مع قيام بعدة تمارين سوف تكتسبون هذه التجربة. إذن العدد هنا 5 5، إذن اقبل القسمة على 5 شيء بديهي. إذن بعد إجراء العمليات الحسابية سوف نحصل في الأخير على 225 مقسوم على 5 تقريبا 45، و 625 مقسوم على 5 بعد إجراء عملية القسمة نحصل على 125. نفس الطريقة نقوم بالاختزال 5 كذلك مرة أخرى، 5 في الأخير نحصل على 9 في 45، والآخر نحصل على 25. 9 على 25 هو عدد كسري مختزل لعدد 225 على 625، 225 على 625، إذا العدد الكسري المختزل هو 9 على 25 بعد إجراء عملية الاختزال على العدد 5. وفي الأخير لدينا 728 مقسوم على 140، 728 مقسوم على 140 ما هو القاسم المشترك؟ بديهيا هو العدد 2، إذن يجب علينا أن نقوم بعملية قسمة لكي نحصل على، إذن 728، إذن 728 مقسوم على 2 بعد إجراء العملية سوف نحصل على 182، و 140 مقسوم على 2 سوف نحصل على عدد 70، وهذا العدد هذا هو يقبل قسمة على 2 مرة أخرى. إذن 182 مقسوم على 91، و 70 مقسوم على 2 سوف 35، إذن 91 على 35 هو عدد كسري مختزل. عدد كسري مختزل. إذن هذه العملية، إذن وضحنا في هذا الفيديو كيفية اختزال عدد كسري بجميع نواحي. فإن شاء الله لدينا هذه العمليات من طريقة أخرى.
تعتمد بالأساس على التفكيك، يختزل الأعداد التالية. إذن سوف نقوم بتصحيح هذه العمليات لاحقا، ونشوف طريقة التفكيك ثم الاختزال، طريقة التفكيك ثم الاختزال. دكور. سوف نقوم بهذه العمليات إن شاء الله في فيديو تاني، انتظرونا إن شاء الله بعد يومين، بعد يومين. سوف نقوم بهذه العمليات إن شاء الله في فيديو مستقل، سوف تشاهدون هذا الفيديو بعد يومين من الآن. أنا كان معكم يوسف دلال من خلال القناة المتميزة جوكوبينك تي في للفهم والاستيعاب. هذا كان درس توضيحي خاصة تلاميذ المقبلين على الامتحانات المحلية، تلاميذ المستوى السادس ابتدائي، قدمنا لهم كيفية اختزال عدد كسري. لاحقا سوف نقوم بعمليات أخرى تتطلب التفكيك، تتطلب التفكيك. إذن موعدنا إن شاء الله بعد يومين، ونقدم لكم هذا الفيديو التوضيحي الجديد. إلى اللقاء.